شكرا ميلاد، شكرا سارة. مشاهدينا، معدلات انتشار مرض السكري عند الأطفال إلى ارتفاع حول العالم، وعلى الرغم من أن إصابة الأطفال بمرض السكري من النوع الأول أكثر شيوعا، إلا أن نسب انتشار سكري الأطفال من النوع الثاني أيضا في تزايد مستمر. عن الأسباب، الأنواع والوقاية وأيضا العلاجات يحدثنا مباشرة من عمان دكتور حسام الحواري، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري في مستشفى الجامعة الأردنية. صباح النور دكتور. صباح الخير ويعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني بداية، عندما نقول سكري الأطفال، هل يوجد نوع معين خاص بالأطفال أم أنها تسمية خاطئة شائعة؟ شكرا لك. هو تسمية السكري سكري أطفال هي غير طبية، ولكن درجة أن نحكي سكري أطفال عن النوع الأول لأنه يشاع أكثر شيوعا في الأطفال الأصغر سنا، ولكن أنا دائما بنبه النوع الأول شفناه في ناس كبار 35 سنة و60 و70 سنة. فكتسمية الأفضل يكون النوع الأول، نوعين رئيسيات، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول أكثر شيوعا بالأطفال والنوع الثاني أكثر شيوعا في كبار السن. دكتور، يعني فسر لنا أكثر، ما هي أنواع السكري لدى الأطفال؟ هو نوعين بغض النظر عن عمر. النوع الأول سببه بصير خلل في جهاز المناعة بهاجم الخلايا اللي بتفرز الإنسولين، فسبب النوع الأول نقص إفراز الإنسولين في الجسم. هذا بيستدعي أنه بدهم إنسولين، ما بتزبط معهم حبوب والأدوية. النوع الثاني سببه البدانة ومقاومة الإنسولين، هو جسمهم بيعمل إنسولين بس ما في استجابة طبيعية 100% للإنسولين. هذا النوع الثاني ممكن يتعالج بحبوب أدوية أو بالإنسولين. طبعا في أنواع ثانوية، مثلا مريض بيشيلوا البنكرياس منه، هذا بصيبه سكري ثانوي، وفي حالات أخرى. دكتور، ما هي إذن الأسباب في كل الأنواع الأول والثاني والمؤقت، وسنتحدث لاحقا عن العلاجات؟ هلأ النوعين الأول والثاني عوامل وراثية وعوامل بيئية. فمثلا النوع الأول بدي أوضح للمشاهدين، في عامل وراثي برضو بيجي مع عامل بيئي. في دراسات أثبتت في التهابات فيروسية، مثلا في التهاب الروتافيروس اللي بيعمل اسهال عند الاطفال، اثبت انه قد يكون زي حافز بحفز عندهم، انه بالاضافه للعامل الوراثي بحفز الجهاز المناعي لهاجم خلايا البنكرياس. في دراسات حليب الابقار الاطفال عمرهم اقل من سنه ممكن يعمل يحفز النوع الاول من السكري. طبعا هو عده عوامل بس ما في عامل واحد مثبت 100%، مشان هيك احنا للاسف مش قادرين نمنع حدوثه. ولكن على سبيل المثال، إعطاء التطعيم ضد الروتافيروس هذا اللي بيعمل إسهال، لما دخل هذا المطعوم، في دراسات في الولايات المتحدة وأستراليا أثبتت أنه قل نسبة حدوث النوع الأول 17%، وهذا بيعني أنه حمايتنا من هذا الالتهاب أعطى حماية لو جزئية من النوع الأول من السكر. دكتور حسام، يعني التاريخ العائلي المرضي ممكن أن يزيد من نسبة خطورة الإصابة بالسكري؟ طبعا مهم جدا في النوع الأول والنوع الثاني، ولكنه أقوى في النوع الثاني من السكري، عامل الوراثي والتاريخ العائلي. دكتور حسام، بأي مرحلة من مراحل العمر ممكن أن يصاب أي إنسان بمرض السكري؟ النوع الأول حكينا أكثر شيوعا في الأطفال، حتى من عمر يوم لعمر 15 و18 سنة وممكن أكثر. النوع الثاني أكثر بالعادة فوق 25 ل30 سنة، وسبب البدانة واللايف ستايل، يعني الحياة، طبعا نمط الحياة غير صحي، نمط الحياة. ولكن للأسف صرنا نشوف أطفال في عمر 8 سنوات و10 سنوات عندهم بدانة وعندهم النوع الثاني من السكري. هذا الحكي ما كان شائع أيام زمان لما كان نمط الحياة صحي أكثر. يعني نمط الحياة له تأثير كبير على المراهقين يعني في هذه السنوات تحديدا. بدي أسألك دكتور عن العوارض، ما هي العوارض التي يجب أن يعني ينتبه إليها الأهل؟ هلا في الاطفال والنوع الاول عاده بتيجي اعراض حاده، يعني اذا الطفل صريح كأنه عطشان كثير
أو بروح على الحمام كثير أو لاحظوا أنه وزنه عم بينزل، هاي أكيد عوارض لازم الأهل ينتبهوا لها ويذهبوا للطبيب أو حتى للطوارئ مرات يفحصوا مستوى السكر. في النوع الثاني للأسف أحيانا تيجي العوارض أخف، ما تيجي عوارض حادة، فممكن المريض يكون صار له 3-5 سنين مع نوع ثاني ما بعرف أنه مع النوع الثاني من السكري، ما بكون ارتفاع السكر حاد جدا يسبب أعراض. ومن شان هيك هلا مع انتشار السكري التوصيات الامريكيه للسكري صاروا ينصحوا كل واحد فوق ال 35 سنه وفوق يفحص روتينيا للسكر، تشيك اب. تشيك اب لازم يكون كل عده اشهر مثلا؟ لا، على سن 35 هلا. نعم. اذا طبيعي بعد هيك كل ثلاث سنوات. كل ثلاث طبعا ابكر اذا لازم. نعم، بالإجمال دكتور حسام، لماذا ترتفع معدلات إصابة الأطفال بالسكري من حول العالم؟ هلأ كنوع أول بنعتقد أنها عوامل بيئية زي ما حكينا، التهاب. نعم. الفيروسات، أنواع الحليب الأبقار عمر مبكر، في ناس بيحكوا الهاجين، النظافة الكثير، يعني انتبهنا أن نسبة حدوث النوع الأول في الدول الإسكندنافية وأمريكا وكندا أكثر من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فالنظافة مليحة بس ولكن النظافة الشديدة أثبتت أنه قد تخفف مناعة الجسم ويزيد نسبة حدوث النوع الأول. النوع الثاني بعيد وبكرر نمط الحياة، للأسف أطفالنا متعودين على الأكل السريع، حركتهم خفت، بيعتمدوا على البلاي ستيشنز والألعاب على التلفزيون. نعم. هذا كله أثر، زاد الوزن وزاد نسبة حدوث النوع الثاني حتى في الأطفال. طب يعني ذكرت الهايجين أو عامل النظافة بالنقطة الأولى، ممكن تفسر لي أكثر يعني ما المقصود بهذا الموضوع؟ شكرا لك. هلا النظافة الشديدة يعني عدم تعرض الجسم لميكروبات، هم أطفال صغار يعني كلنا مارسناها أثناء كورونا، صار الواحد كثير يدير باله ينظفوا ايديهم 20 مرة باليوم، ما يلمس سطح وسخ، هذا من طبيعة الجسم لازم يتعرض لجزء من الميكروبات وهو صغير بحسن المناعة عنده. الدول الاسكندنافيه وامريكا. نعم. وكندا بيديروا بالهم على نظافه اكثر، هذا ما بيخلي عندهم اجسام مضاده او المناعه عندهم ما بتكون زي طفل معرض بشكل يعني جزئي لهي الميكروبات. فالنظافه مليحه بس انا دائما بحكي ما بدنا نكون لدرجه ان توصل لوسواس او متكرر. نعم. جدا. نعم. نعتني بالنظافه الطبيعيه، ولكن التعرض لبعض الميكروبات وبفيد الجسم خاصة في مرحلة الأطفال. نعم دكتور، ما هي الآن ما هي أبرز العلاجات وهيك نصائح يعني اللي نمط الحياة المعتمد والأدوية والمتابعة الطبية الدائمة؟ هلا الحمد لله علاجات السكري صارت متطورة، بالنسبة للنوع الأول طبعا بدهم إنسولين، ولكن أنواع الإنسولين برضو صارت متطورة وطريقة عملها أحسن وأسرع وأقرب للطبيعي، وبرضه في للنوع الاول انا دائما هو مضخات الانسولين مع الحساسات بسميهم البنكرياس الصناعي. نعم. بالرغم من كلفته العاليه ولكن اثبت فعاليته ان نوصل لكنترول سكري طبيعي واقل نسبه هبوط سكر. انا بحكي فائدته على المدى البعيد بالرغم من انه غالي السعر، ولكن على المدى البعيد احنا بنحمي جيل كبير، بنقلل مضاعفات السكر 70% من النظر، الكلى، غسيل الكلى والاعصاب. فبالرغم من تكلفته العاليه حاليا ولكن على المدى البعيد هو بيطلع لنا جيل صحي وبيحمينا من 70% من مضاعفات السكري النوع الاول. النوع الثاني نفس الشيء بس ولكن في حبوب، في خيارات ابر بتنحف الوزن بتقلل الوزن. بس بنعيد ونكرر نمط الحياه، الاكل والرياضه وتنزال الوزن هو دائما الخط الدفاع الاول. دكتور يعني هل وكيف من الممكن أن تتطور حالة الطفل إلى أسوأ، وفي المقابل كيف يمكن الحفاظ على مستويات السكر منخفضة والتحكم بالمرض؟ شكرا لك. هون مهم جدا زيارة الطبيب الدورية، يعني لو المريض بيحكي أنا أموري تمام زيارة الطبيب الدورية. أنا اشتغلت في الولايات المتحدة 12 سنة، مريض السكري كل 3-6 أشهر لازم يزور طبيبه حتى لو ما عنده أعراض، فحوص دورية. الحساسات السكر هاي المتواصلة ممكن نريح الأطفال بلا هي شعور سيء يضلوا الأب أو الأم أو حتى الطفل يغز حاله للفحص.
حساسات السكر المتواصلة كثير خففت علينا، وبنقدر هلا بحكي للمرضى بنقدر نحط لها مثلا اقل من 70 بعطي المريض تنبيه، اكثر من 250 بعض المريض تنبيه. مرة اخرى هي غالية ولكن كثير خففت علينا خاصة بالاطفال، طفل نايم ما راح يصحى، إذا أقل من 70 عطى التنبيه زامور للوالدين والابن، هاي كثير بتخفف نفسيا والشعور عند الطفل بكون أحسن. بدي نصائحك للأهل، يعني كيف يمكن مساعدة هذا الطفل يعني على التوعية من مخاطر السكري، وخاصة أنه هو بيكون بعمر يمكن دكتور حسام نمط حياته يعني مختلف أكيد، ما هي نصائحك للأهل تجاه أطفالهم؟ تعليم السكري مهم جدا، هذه بتكون للاسف اول شيء صدمه، تعليم السكري للاهل وللطفل. نعم طبعا. انا بحكي الان مع التطور الطفل ممكن يعيش حياه طبيعيه، ما راح اميزه عن اي طفل اخر، ولكن اذا علمناه على السكري، علمناه اعراض هبوط السكر، اعراض ارتفاع السكر، ممكن انه ندير بالنا عليه. من ناحيه الاكل برضه هو قادر ان ياكل تقريبا معظم انواع الاكل، بس جرعات الانسولين السريع حسب نوع الاكل. فمع تعليم السكري أنا قادر أن أنظم السكر وأخلي الطفل يعيش تقريبا حياة طبيعية، طبعاً مع التنبيهات في حالات الطارئة. شكرا على كل هذه المعلومات، شكرا لك دكتور حسام الحواري الاستشاري في أمراض الغدد الصماء والسكري في مستشفى الجامعة الأردنية، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا.